لعدم القادمين إلى الأعياد، وجميع أبوابها متهدمة، كهنتها متنهدون، وعذارى متحسرة، وفي مرارة. الرب صالح للذين ينتظرون، للنفس التي تندرس. خير من ينتظر خلاص الرب بسكوت، لأن السيد لا يمسي إلى الأبد، فإنه ولو عاد يرحم بحسب كثرة رأفته. عيني تقطر ولا تسكت، لأنه لا قرار لي إلى أن يطلع وينظر الرب من السماء. دعوت باسمك يا ربي، اسمع صوتي، لا تحجب أذنك عن استغاثتي، اقترب يوم أدعوك.